هو كل انتقال ديمقراطي يمكن أن يفضي إلى بناء مؤسسات، إلى استقرار سياسي واقتصادي ويعني سلم، لكن كذلك كل انتقال ديمقراطي، كل مرحلة انتقالية نوعية تأسيسية يمكن أن تفضي إلى يعني نزوع عنفي يصل إلى أقصاه مع الحرب الأهلية. ونرى النماذج، الدول التي ابتدأنا معها ما اسميناه ثورة هم يعني تجاوزوا يعني مسار الثورة إلى مسارات أخرى، ونحن إلى اليوم في مرحلة خطيرة يعني يمكن أن تفضي إلى ما لا يقبله التونسيون، رغم أنه الشعب التونسي لديه حصانة ثقافية ضد العنف، لكن بذور الانحراف نحو الحرب الأهلية موجود. إذا تواصلت الأزمة السياسية، تواصل الاستقطاب الحاد بين السياسيين، إذا تواصل ضعف الدولة وغياب الدولة ويعني تهميش المؤسسات العامة، يمكن أن نجد أنفسنا لا قدر الله يوم من الأيام أمام يعني مقدمات حرب أهلية.